مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من قناة السعودية نرحب بحضراتكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لرؤساء عدد من الدول لمناسبات وطنية لبلادهم. الحجاج يختتمون اليوم مناسكهم بطواف الوداع ورمي الجمرات في ثالث أيام التشريق. بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة. وزارة التجارة تواكب عودة الحجاج إلى المدينة المنورة بجولات مكثفة للتحقق من وفرة السلع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيات تهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيبة، ومن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى حاكم أم القيوين، ومن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، ومن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم نجمان. ثمنوا خلالها الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والمؤسسات المعنية في المملكة، والتي تكللت بالنجاح المتميز لموسم حج هذا العام. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للسيدة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا. وأعرب الملك وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برقيات تهنئة للرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والرئيس إيفاريست نداشيمي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة ذكرى استقلال بلادهما. وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار. يواصل الحجاج تأدية طواف الوداع ورمي الجمرات في ثالث أيام التشريق مختتمين مناسك الحج. وكانت شؤون الحرمين أكدت جاهزية جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة، حيث جندت كوادر لتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية، إضافة إلى تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام. وهذه مشاهدين الكرام مشاهد مباشرة من المسجد الحرام، إذ يؤدي الحجاج طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.
يودع حجاج بيت الله الحرام المشاعر المقدسة بعد أن أتموا مناسك حجهم بطواف الوداع، فيما سطر أبناء المملكة أسمى معاني الفخر بخدمة الحجيج. انتهت أعظم رحلة إيمانية بأكف مرفوعة متوجهة إلى الله تعالى بأصدق الدعوات، تضرعا وخشوعا وتذللا ورغبة ورهبة. شرع جموع الحجاج في توديع أطهر البقاع متوجهين إلى ديارهم بعد رحلة خالصة مخلصة لوجه الله تعالى ولسبيله، تتوافر فيها رياضتا الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة. أكثر دعاء أنه ربنا يرحمنا ورجعنا لهالبلاد مرات أخرى مرات عديدة، لأنه حقيقة الآن إحنا جامعين وهذا آخر يوم عندنا، لأنه إحنا متعجلين. يعني هذا نسأل الله أنه ما يكون آخر عهدنا في هذا المكان إن شاء الله عز وجل. كل الدعوات وكل الآثام اللي ارتكبها الإنسان في حياته هي بتنزل في هذه اللحظة. لما ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وعلى الرغم من تعدد اللغات والثقافات والألوان والأعمار، إلا أن الألسن توحدت بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، معترفة أمام ربها بذنوبها، منكسرة بين يديه، وشعور تتبعه دموع، شعور الإخلاص في القصد والإيمان، وإقبال لأداء ركن ركين تهفو القلوب إلى مكانه. انتهت رحلة الحج ورجال المملكة ونساؤها بمختلف جهاتهم وقطاعاتهم يسطرون أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتقديم الخدمات وتسهيل المهمات لضيوف الرحمن. وفي ظرف ساعات قليلة تخلو هذه البقاع الطاهرة بعد أن كانت تضج تكبيرا وتسبيحا وتهليلا. وفي هذه الأماكن يدنو بها الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم. خالد الربعي، المشاعر المقدسة. وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 2,000,000 نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، وهي هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية. وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى على سير عمل صالة الحج والصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة. وأكد الفريق اليحيى تسخير جوازات المطار كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة. وللمزيد حول مغادرة حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبد العزيز بجدة ينضم معنا مراسل أخبار السعودية زميلنا عبد العزيز إدريس. بداية مساء الخير عبد العزيز، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم، بودي أن تنقل لنا وللسادة المشاهدين أبرز المشاهدات التي تشاهدها لديك من خلال مغادرة الحجاج بكل يسر وسهولة من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تفضل عبد العزيز. زياد، مساء الخير عليك وعلى مشاهدين نشرة الظهيرة. كما ذكرت، مطار الملك عبد العزيز مستعد لرحلات عودة ضيوف الرحمن بصالاته الثلاثة، سواء من صالة رقم واحد وأيضا الصالة الشمالية وصالة صالات الحج والعمرة، حيث أتواجد معكم هنا بطاقة استيعابية تصل لأكثر من 130,000 مسافر في اليوم الواحد،
وب 800 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، وبما يزيد عن 16,000 موظف وموظفة في الصالات الثلاثة من قطاعات حكومية وأمنية وتشغيلية. لو كما ينقل لنا زميلنا ماهر الصورة الآن، عملية نقل عفش الحجاج الحملة القطرية التي تغادر هنا من صالات الحج والعمرة برحلات المغادرة التي تبدأ من اليوم وتستمر رحلات المغادرة حتى يوم 25 من ذي الحجة. أيضا تتضمن الخطة التشغيلية لمرحلة المغادرة عبر مجمع صالات الحج والعمرة تشغيل كافة الصالات وعددها 14 صالة، بالإضافة إلى تشغيل 20 استراحة للحجاج في منطقة البلازة للاستفادة من الطاقة القصوى وكافة مرافق المطار المتاحة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن. أيضا لو نتحدث عن الطاقة أو نقاط الفرز لصالات سفر الثلاث بمطار الملك عبد العزيز الدولي التي ستساهم في تنظيم حركة ضيوف الرحمن وتسهيل أيضا وصولهم إلى صالات السفر، كما وفرت أيضا الأعداد الكافية من الموظفين والعمالة والمعدات كما تشاهدون معكم لكافة الإدارات والجهات التشغيلية ذات العلاقة بموسم الحج. كما تشاهدون هذه الرحلة القطرية التي تكون أولى رحلات المغادرة هنا من صالات الحج والعمرة. أيضا زياد لو نتحدث عن الحجاج بعد انتهاء من مناسكهم يتوجهون إلى أو أغلبهم يتوجهون إلى زيارة المسجد النبوي سواء عن طريق حافلات الحملات المخصصة لهم أو أيضا عبر قطار الحرمين سواء من محطته في السليمانية أو حتى محطة مطار الملك عبد العزيز في صالة رقم 1. لذلك يعني محطات قطار الحرمين تشهد كثافة وأيضا زيادة في عدد الرحلات إلى المدينة المنورة، وتم وضع يعني أنظمة لتسهيل أيضا مغادرتهم من جدة إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين بأيضا عدم تواجد أي من المسافرين عبر القطار قبل رحلتهم بساعتين. يعني مثال إذا كانت الرحلة في الساعة 10 مساء لا يتم تواجد المسافرين في محطة القطار قبل ساعتين من الرحلة يعني تجنب الازدحام وكثافة السكانية. ولكن كما لمسنا هنا في صالات الحج والعمرة انسيابية كبيرة في الحركة، تواجد كافة الجهات التشغيلية والأمنية والقطاعات الحكومية لتنظيم وحركة سير ضيوف الرحمن. نعم زياد. نعم زميلي عبد العزيز، اسمح لي أن أستثمر وجودك معي، بودي أن أسألك وتجاوبنا بإيجاز إذا سمحت، كم المدة المتوقعة التي يستغرقها الحاج منذ وصوله للمطار لحين إنهاء إجراءات سفرة؟ كذلك بودي أن أسألك ما هي الأيام التي عادة تكون أشد ذروة وأشد زحام على المطار للمغادرين من الحجاج؟ نبدأ بالجزء الأول من السؤال. طبعا الحجاج عند مغادرتهم وفي رحلات العودة هناك منظمين من رؤساء البعثات لدولهم يتكفلون بإنهاء إجراءات السفر وأيضا شحن الحقائب، وفور وصول ضيف الرحمن إلى صالات المطار يتوجه مباشرة إلى صالات المغادرة بدون الوقوف في كاونترات إنهاء إجراءات السفر، وهو ما يقوم به مسؤول البعثة. كما تشاهد يعني خلفي تواجد فقط حقائب المسافرين، لا يوجد تواجد للحجاج. الحجاج يتوجهون مباشرة فور دخولهم إلى الصالة إلى صالات المغادرة، ويعني لا يستغرق وقت طويل. أما فيما يخص أوقات الذروة فتبدأ طبعا كما ذكرت اليوم هو أول يوم لرحلات المغادرة، و يتوقع أيضا أن تشهد الذروة خلال اليومين القادمة، وختامها سيكون في يوم 25 من ذي الحجة. نعم زميلي عبد العزيز إدريس مراسل الأخبار السعودية، كل الشكر الجزيل لك، كنت معنا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، شكرا لك.
أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بدء الوزارة في الاستعداد لموسم الحج المقبل، وأكد الربيعة خلال حفل ختامه بسك تسليم وثيقة الترتيبات الأولية للحج المقبل إلى مكاتب شؤون الحج، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة. كما أشار وزير الحج أن أولوية اختيار الدول للمواقع في المشاعر المقدسة لمن ينهي تعاقداته مبكرة، داعيا شركات تقديم الخدمة إلى الاستعداد للحج المقبل بأفضل الخدمات لضيوف الرحمن. كشفت رئاسة شؤون الحرمين أن أكثر من 100,000 حاج استفادوا من برنامج إجابة السائلين خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، مشيرة إلى أن برنامج إجابة السائلين يقوم عليه ما يزيد عن 70 من أصحاب الفضيلة الذين يتمتعون بالعلم الشرعي، ما يمكنهم من الرد على المسائل المتعلقة بالمناسك والأمور الشرعية الأخرى، وذلك على مدار الساعة. سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقما قياسيا جديدا خلال موسم حج هذا العام، بضخ أكثر من 1,000,000 متر مكعب من المياه إلى المشاعر المقدسة في يوم عرفة، ضمن خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من مصادرها المتعددة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن. كما عملت التحلية على جاهزيتهما في وقت مبكر بزيادة الطاقة الإنتاجية لإمداد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ب78,500,000 متر مكعب من المياه المحلى، إضافة إلى زيادة المخزون الاستراتيجي في موسم الحج إلى مستويات قياسية هذا العام بأكثر من 6,000,000 متر مكعب في مكة المكرمة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا مساعد المحافظ للشؤون التنفيذية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس حمد الوشمي. بداية مساء الخير سعادة المهندس، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. سعادة المهندس، أطلعنا والسادة المشاهدين على أبرز جهود المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحج 44,400 للهجرة، تفضل. شكرا بداية أخي زياد على الاستضافة. كما تقدم بداية بالتهنية للقيادة الرشيدة حفظها الله على نجاح موسم الحج لهذا العام، كما أبارك لجميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية هذا النجاح الغير مستغرب والذي يأتي نتاج تكامل الأعمال وفق توجيهات قيادة بلادنا المباركة. ما يخص الاستعدادات لموسم الحج، تقوم المؤسسة كل عام من نهاية العام السابق بالاستعداد للحج التالي. فالمؤسسة العامة قامت بالاستعداد للموسم هذا الحج من نهاية الموسم السابق، وذلك بمتابعة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة، وبإشراف مباشر من معالي محافظ المؤسسة، واللي نتج عن هذا تأمين كميات قياسية واستثنائية جديدة خلال موسم هذا الحج 1444 متزامنة مع خطة الأعداد المتوقعة للحجاج. وكانت الخطة لهذا العام بضخ زي ما ذكرت أخي زياد أكثر من 1,000,000 متر مكعب من المياه المشاعر المقدسة في يوم عرفة، وكانت من ضمن خطة المؤسسة بشكل عام أنه جاهزية لضخ 1,700,000 متر مكعب يوميا للمشاعر المقدسة لتأمين إمدادات مصادر متعددة لضيوف وراحة ضيوف الرحمة بالمشاعر المقدسة. نعم سعادة المهندس، يعني بودي أن تطلعنا والسادة المشاهدين على الكوادر البشرية التي تساهم معكم في خدمة المشاعر المقدسة وكذلك خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك بودي أن نتحدث عن أبرز التقنيات الحديثة التي عملت المؤسسة على توفيرها في موسم حج هذا العام. الكوادر بالنسبة للمؤسسة، قامت طبعا جميع كوادر المؤسسة عملت خدمة للمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن خلال من بداية مرحلة التخطيط للإمدادات وحتى مرحلة التنفيذ والمتابعة. ومن ناحية نوعية الكوادر، كانت كوادر عبارة عن إدارية وهندسية بمنظومات الإنتاج المسؤول عن إمداد طبعا مناطق مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، وكذلك زملاء في الكوادر الأمنية في الأمن الصناعي بالمؤسسة الذي يعملوا لتأمين إمدادات المياه على مدار اليوم باستخدام أعلى التقنيات الأمنية. وكما شارك أيضا زملاء من المؤسسة العامل تحت المياه بأعمال تطوعية في المشاعر المقدسة عن طريق توزيع مياه عبوات مياه للشرب ومظلات يدوية للتبريد على الحجاج. أما فيما يخص سؤال الطرف الثاني عن التقنيات،
فكان المؤسسة العام الماضي تطور في نوعية صحية المياه المقدمة للمشاعر المقدسة بإضافة عنصر المغنيسيوم، وما زالت طبعا مستمرة هذه بإنشاء وحدة استمرت معه، وكانت هذه الإضافة تعتبر إضافة نوعية في قطاع تحت المياه على مستوى العالم كإنتاج تجاري، وتخدم هذه طبعا العنصر هذا يخدم لا قدر الله المصابين بأمراض السكري. وفي هذا العام مع تزايد أعداد الحجاج تم تأمين تقنيات أخرى، منها تأمين بوارج متنقلة على ساحل البحر الأحمر عبارة عن جاهزية 3 بوارج بإنتاج إجمالي 150 ألف متر مكعب، تم تدشين واحدة منها بطاقة إنتاجية 50 ألف متر مكعب كأول بارجة على مستوى العالم تخدم موسم الحج لهذا العام. نعم بكل تأكيد. سعادة المهندس، ذكر معالي وزير الحج بأنه يعني ولأول مرة تبدأ الوزارة بالاستعداد لموسم الحج العام القادم من هذه اللحظة، ما أبرز الخطط للمؤسسة مستقبليا لخدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن؟ حقيقة المؤسسة تعمل على خطط مستقبلية خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام. قد يكون موسم الحج هو الأبرز من حيث العدد البشري الضخم مقارنة بمواسم رمضان للعمرة كمواقع جغرافية محدودة، ولكن اليوم بدأنا بالعمل على متابعة تأمين المياه وبكميات كبيرة أيضا في منطقة مكة بشكل عام والمدينة المنورة خدمة لضيوف الرحمن. ونحن نعمل في المؤسسة مع كافة الجهات الشقيقة في قطاع المياه ضمن خطة بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولهذا نحن مستمرين في التخطيط والتطوير لنساهم في رفع مستوى تجربة الحاج والمعتمر بإذن طالبين الأجر والثواب من الله، ونحقق ما تطمح له قيادتنا الرشيدة ليمكن الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بإذن الله. بكل تأكيد إن شاء الله. سعادة المهندس حمد الوشمي، مساعد المحافظ للشؤون التنفيذية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم، قال إن الحجاج المتعجلين بلغوا قرابة 65%. تتابع. الحجاج المتعجلين بلغوا قرابة 65%، لا زال هناك أعداد قليلة، وأنا أحدثك من أمام مبنى الجمرات الآن وأرى الحركة انسيابية، وأعتقد أنه خلال السبع ساعات الماضية كذلك توجه إلى الحرم المكي الشريف ما يقارب 350 ألف حاج. المتبقي في الحرم حتى غروب الشمس، المتبقي في ميناء حتى غروب الشمس هذا اليوم قد لا يتجاوزون 300 ألف حاج. كما أكد الدكتور الغوينم أن الحجاج سيرحلون في 15 من ذي الحجة، مشيرا إلى أن قرابة 30% من حجاج الخارج سيتوجهون إلى المدينة المنورة. لا زال الخروج من مكة مرتبط بطواف الوداع ولتنظيم انسيابية وتفويج الحجاج حتى لا يحدث أي تدافع أو لا يحدث أي تكدس في أروقة الحرم أثناء أداء طواف الوداع. كان هناك ترتيب لعملية الطواف، ويبدأ الرحيل من مكة من اليوم 15 من ذي الحجة. طبعا قرابة 30% من حجاج الخارج سيتوجهون إلى المدينة المنورة بناء على رغبتهم الدينية. أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الإعلامية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج عبد الله العنزي إتمام مغادرة المستضافين من 92 دولة والبالغ عددهم 4951 حاجا وحاجة للمدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج بألسنة تشكر وتدعو للجهود المبذولة من المملكة. لله الحمد والمنة، في هذا اليوم تمت مغادرة جميع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهؤلاء المستضافين، والذين بلغ عددهم في هذا العام 4951 ضيف من 92 دولة حول العالم. هؤلاء الضيوف أتموا مناسك الحج
قدمت لهم برامج ثقافية وعلمية، وأيضا نظمت لهم زيارات لعدد من المعالم التاريخية بمنطقة مكة المكرمة. في المدينة المنورة سينظم أيضا لهم عدد من الفعاليات كزيارة عدد من المساجد التاريخية كمسجد قباء ومسجد الهجرتين، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كي يتعرف هؤلاء الضيوف على الجهود العظيمة التي تبذلها وتقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين. جميع هؤلاء المستضافين خلال إقامتهم بمكة المكرمة تم ولله الحمد تقديم كافة الخدمات النوعية لهم، وألسنتهم تلهج بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الذي أكرمهم بحج بيت الله الحرام وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. مبادرة اسألني إحدى المبادرات المخصصة للحجاج بهدف تسهيل حصولهم على الخدمات والإجابة على استفساراتهم. المزيد في التقرير التالي. تسهيلاً على ضيوف الرحمن للحصول على الخدمات والإجابة على الاستفسارات بعدة لغات، مبادرة تحد من عدد الحجاج التائهين والمفقودين وتقدم لهم الإرشاد والتوجيه. بصراحة أول مرة ضعت بهاي المكان عرفة المقدس، فسألتهم بصراحة وكانوا متعاونين ووجهوني للمكان الصحيح إن شاء الله، وأمشي على رأيهم شوف نوصل لولا. طبعا استفدت، عندهم معلومات كفاية طبعا عن المكان وما شاء الله عليهم، ربنا يجازيهم كل خير. على مدار 24 ساعة نحن حاضرون في أكثر الأماكن تدفقا، وهي مشعر ميناء وعرفات إلى جانب قطار المشاعر. روحهم كويسة وما بيقوش يعني كويسين وبيساعدوا وفي تعاون. والله شباب زي الفل ودولة زي الشربور بأمانة، والله خدمات وكل حاجة. ما شاء الله عليهم، والله خرجنا من مسجد نمرة تايهين ما عرفنا الطريق، ووجدنا الإخوان وقاموا بمساعدتنا وارشدونا للطريق وقابلنا خريطة وجزاهم الله خير. 56 يكون الطريق مكتوب عليه طريق 52 معايا، تكمل معاه تحصل مخيمك يكون معاك على يمين على طول. 4000 من كشافة الكلية التقنية يجوبون أرجاء مكة المكرمة بخرائطهم ويرشدون التائهين حتى يكملوا مناسك الحج بسلام وأمان. أحلام الغامدي، مشعر عرفات. أكمل منفذ حالة عمار استعداداته لاستقبال الحجاج المغادرين لبلدانهم. للمزيد ينضم معنا من منفذ حالة عمار مراسل أخبار السعودية زميلنا محمد الرحيل. بداية مساء الخير محمد، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. محمد أطلعني والسادة المشاهدين على المشاهدات لديك وعلى الخدمات التي تقدم في المنفذ لديك لخدمة حجاج بيت الله الحرام والذين يغادرون المشاعر المقدسة في هذه الأيام، تفضل. نعم، أهلا وسهلا زياد، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. بالفعل أتواجد الآن في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، حيث تستقبل الحجاج العائدين بعد أداء مناسك الحج وسط منظومة من الخدمات المتكاملة المقدمة للحجاج في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار. لدي زيادة عدد من الحجاج نود أن نتحدث معهم عن الخدمات المقدمة وأيضا عن مشاعرهم بعد يعني أدائهم لمناسك الحج. رحب فيك وأهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حجا مقبول وسعيا مشكور، عرفنا عليك. عبد الرحمن محمد بن عامر، مرحبا. من وين؟ من إربد. مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله يا مرحبا. كيف شفت الخدمات المقدمة لكم كحجاج في المشاعر المقدسة؟ والله الخدمات كانت بشكل جيد جدا أخرى والحمد لله رب العالمين، يعني كانت الأمور منظمة 100%. ذكرت لي قبل قليل أنه عندك مشاكل صحية، حدثني عنها وعن الخدمة الصحية المقدمة. والله أنا وجعتني خاصرتي أسبوع وأنا كل يوم يأخذوني على المستشفى، كانت العلاجات طيبة والدكاترة محترمين وكل شيء بأمان والحمد لله رب العالمين. كيف انتقالكم ما بين المشاعر المقدسة وسلاسة التنظيم؟ كانت والله إشي مرتب على آخر يعني. صحيح.
يعني ما في أي كان عائق لنا يعني من ناحية الخدمات كانت 100% مليحة. الحمد لله على السلامة. سلمك يطول عمرك. نتعرف عليك؟ أهلا وسهلا يوسف صغور من عجلون. حياك الله يا مرحبا. حدثنا عن الخدمات المقدمة لكم كحجاج في المشاعر المقدسة وأيضا الخدمات المقدمة في منفذ حالة عمار. والله سيدي احنا من خلالك أول شيء بنقدر بدنا نشكر خادم الحرمين الشريفين اللي هو الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان على هذا التنظيم الرائع. يعني اللي دخلنا من لما دخلنا من الحد الأردني لغاية ما خرجنا وإحنا نلاقي ترحيب ونلاقي يا مرحبا هلا بالحج هلا بالحجاج رشوا علينا المي ينظمونا حتى إذا كنت تايح هو يجي عليك يدلك يقول لك بدك شيء حج بدك شيء بدون ما تطلب. وثاني شيء برضو المناسك اللي في منى وفي رمي الجمرات برضو تنظيم أكثر من رائع لأنه كانت ناس تطلع من جال ما في تزاحم ما في خاصة عشان كبار العمر كبار السن ويعني تنظيم أحسن من هيك ما في والشباب كلها نشامة كان بالحرم ولا بكل المناسك كاملة ما لقينا أي اختلاف كله يساعدك كله يجي عندك يقول لك ابشر بدك إياه يساعده كبار السن. وهذا الشكر الموصول للملك المملكة العربية السعودية على استضافتهم الأعداد الهائلة هذه اللي الحقيقة شفناها يعني بدها جهد كبير يشكروا عليه لقيامهم في هذا الجهد. الله يعطيك العافية ونتمنى لكم دوما يعني حج مقبول وسعي مشكور وشاكرين تواجدك معنا. أيضا لدينا الحاج الحمد لله على السلامة. يوسف مصطفى محمود زغون من عجلون عنجرة. الحمد لله على السلامة. حدثنا عن الخدمات والخدمات المقدمة لكم الحجاج في المشاعر المقدسة. الحمد لله رب العالمين خدمات طيبة وجهود جبارة الله يجزيهم الخير الله يعطيهم العافية. الجيش الأمن العام جماعة السعودية كلهم كانوا بخدمة الحجاج. كيف شفت التنظيم في المشاعر المقدسة وانتقال الحجاج من مكان لمكان؟ تنظيم جيد وكان وجه الحجاج للأماكن المخصصة يعني ما كان في أي يعني تعب للحجاج كبار السن الشباب كله كان متعاون. الحمد لله يعطيك العافية ونتمنى لك العودة إلى ديارك سالم غانم بإذن الله. الله يسلمك وخليك بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. الله يعطيك العافية شكرا. نعم زياد كانت هذه مشاعر الحجاج بعد أدائهم لفريضة الحج حيث يتم استقبالهم في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وسط يعني هذه الخدمات المقدمة لهم. أيضا يتم تسهيل إجراءاتهم عبر الجوازات في هذا المنفذ ومن ثم يتم تسليمهم هدية خادم الحرمين الشريفين في هذا المنفذ. هذا كل ما لدينا عودة إليك. نعم كل الشكر الجزيل لك زميلي محمد رحيل كنت معنا من منفذ حالة عمار كل الشكر الجزيل لك. جوانب كثيرة مضيئة يرسمها الشباب السعوديون داخل المشاعر المقدسة خلال موسم الحج. إيمان فتاة سعودية نذرت نفسها لخدمة الحجاج منذ 16 عاما. كل عملنا كان استقبال الحجيات وهذه أحلى حاجة واجهناها في 16 سنة كلها. يعني تخيل لما تيجي الحجية وتبكي وتستشعر كده بحرمانية مكة سبحان الله وبالطواف والحجي وأول ما تستقبلها هي تبدأ بالبكاء. 16 عاما في خدمة الحجاج وتفقد أحوالهم ورعايتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم. هذه قصة إيمان باشا إحدى فتيات مكة المكرمة. المواقف الجميلة أن أنا كمان كنت أتابع حالات الحجيات في مستشفى الولادة في مكة المكرمة فكانت تجيني الحجية يعني أثناء خلاص في الأيام مراحلها الأخيرة وكنت أساعدها وأمسك معاها وكانت الدعوات اللي تدعي لي سبحان الله. والله الشعور إنه كل ما تغلق الحج وتيجي السنة اللي بعدها نطلع بلهفة نبى نعيد نفس الحجاج ونفس الاستقبالات ونبى نسمع منهم الدعوات الجميلة. يعني ما تتصور كيف دعوة الحجية تأثر عليك في المستقبل وفي حياتك مرة كانت أشياء حلوة. تفان وحفاوة ولطف في التعامل مع الحجاج الذين يأتون من كل فجوج العالم لتقابلهم إيمان برعاية حانية ومعاملة حسنة كبقية الآلاف من المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن في المملكة.
هذا جانب مشرق من جوانب كثيرة مضيئة يرسمها الشباب السعوديون داخل المشاعر المقدسة خلال موسم الحج. زاهر المالكي، المشاعر المقدسة. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ضبط أكثر من 10,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. أهلا بكم من جديد. أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج وتهيئة كافة الخدمات لهم، حيث عملت الوكالة على تهيئة المسجد النبوي بمنظومة خدمات متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتقديم كافة الخدمات وسبل الراحة للحجاج، بالإضافة إلى جاهزية المعارض والمتاحف ومكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربتهم المعرفية. هذا ووصلت إلى المدينة المنورة اليوم أولى رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج قادمة من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج هذا العام، فيما يستمر وصول ضيوف البرنامج إلى المدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري برا عبر الحافلات. يعد قطار الحرمين أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، حيث لا تتجاوز مدة انتظار الحاج في المحطة ساعة واحدة. هذه هي محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة التي ينطلق منها حجاج بيت الله الحرام إلى جدة والمدينة المنورة عبر قطارات تعد ضمن أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم. في هذا الموقع ينتظر الحجاج موعد انطلاق رحلاتهم في مدة زمنية لا تتجاوز الساعة و82 رحلة مغادرة في اليوم الأول. 10 أرصفة تغادر منها القطارات، كل قطار يتكون من 13 عربة، 417 مسافرا في كل رحلة من الرحلات المغادرة. هذه هي النقطة الأخيرة، بضع دقائق ويغادر حجاج بيت الله الحرام مكة المكرمة وفي دواخلهم ذكريات لا تنسى. من جانبها جندت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 9,900 من كوادرها البشرية، إضافة إلى تجهيز أسطول متكامل من المعدات والآليات تقدر بأكثر من 800 آلة ومعدة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لاستقبال طلائع ضيوف الرحمن. وذكرت الأمانة أنها تسعى إلى رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ الرقابة والارتقاء بجودة وسلامة الأغذية، بالإضافة إلى أعمال تحسين مستوى النظافة والصحة البيئية. وبالتزامن مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسوكهم، نفذت وزارة التجارة جولات رقابية مكثفة للتحقق من وفرة السلع التموينية الأساسية لضيوف الرحمن والتأكد من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك. نفذت هيئة تطوير بوابة الدرعية عددا من الفعاليات المتنوعة احتفالا بعيد الأضحى المبارك في إطار تعميق الروابط والتواصل مع المجتمع. العظيم الفايزين الملك، ومرة ودي يعني أصير يعني إني ودي مرة أروح أكرم الملك سلمان ولد محمد. كل عام وانت بخير. كلمات عبرت عن أمنيات طفلة غمرتها فرحة العيد، فراغبت بتهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من الدرعية التي تأسست منها المملكة، حيث أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية عددا من الفعاليات المتنوعة لأهاليها وزائريها في مجموعة من المواقع احتفالا بعيد الأضحى المبارك. مرة حلوة وتجنن، وشكرا للبشاري. والله عجبني التصميم حق البيوت وزي كذا ما شاء الله. انت وش اسمك؟ جوري. كل عام وانت بخير جوري. وانت بخير. عيد مبارك. وانت بخير بصحة وسلامة.
وتأتي مشاركة بوابة الدرعية في الاحتفالات ضمن منهجيتها الرئيسية للمشاركة المجتمعية التي تعتمد على تعميق أثر التواصل المباشر والمستمر مع المجتمع ورفع مستوى مشاركة أهالي الدرعية كشركاء أساسيين في تنفيذ أهداف وخطط تحويل الدرعية إلى وجهة ثقافية وسياحية عالمية نابضة بالحياة. أن كل الناس جينا في المسجد يصلينا صلاة العيد وكلامته بخير لكل الناس. شكرا. العيد يعجبني عشان نشوف العائلات ونستانس، ان احنا بنطلع ونساوي بنضحك وهيك وبنفرح كتير وبنصلي بالمسجد. كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة. شو اسمك؟ سحاب. ونعم يا سحاب، من العايدين؟ من الفايزين. ايش تبين تقولين للناس بالعيد؟ كل عام وانتم بخير. وشملت فعاليات بوابة الدرعية في أول أيام عيد الأضحى المبارك توزيع أكثر من 15,000 عيدية على أهالي الدرعية في المساجد والمنازل، إضافة لاحتفالات حدائق الخالدية والفيصلية وجاكس ومطل البجيري والأنشطة الفلكلورية والموسيقية والحفلات الغنائية. سعود النشمي، الرياض. أقامت الملحقية الثقافية في بريطانيا وبالتعاون مع نادي الطلبة السعودي في لندن حفلا يجمع المبتعثين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في محاولة لزيادة الألفة وتخفيف وطأة الغربة عنهم. نتابع. لطالما يسعى المبتعثون في بلاد ابتعاثهم إلى استحضار أجواء الأعياد من خلال إقامتهم التجمعات والاحتفالات لترسم صورة من الألفة والحنين إلى الوطن. ففي بريطانيا أقامت الملحقية الثقافية وبتنفيذ من نادي الطلبة السعودي في لندن حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الغربة صعبة والعيد أصعب والبعد عن الأهل أصعب وأصعب. أقل ما نستطيع أن نقدمه لأبناء الوطن أن يكون لهم بيت يجتمعون فيه، وأن يكون لهم مقر يأتون بأبنائهم وأسرهم، ويحاولون جاهدون أن يتذكروا العيد ويتذكروا أنهم وسط أهلهم. والحمد لله جبنا لهم ما يشعرهم بالعيد، جبنا الفول وجبنا المقلقل وجبنا الكبدة وجبنا الأكلات الشعبية. صلينا مع بعض صلاة الأضحى، عيد الأضحى، وزي ما أنتم شايفين الكل مبسوط والكل فرحان، والمبتعثين كأسرة واحدة كعائلة واحدة مجتمعين مع بعض، مع الأطفال مع الكبار. حضور الطلبة وأهاليهم لهذا الحفل تميز بمشاركتهم بفعاليات ومسابقات تخللتها أشعار وأناشيد تغنت في حب الوطن. وصلنا للفضاء ويبا انكسرنا رقام ما تكسر، والإنجازات يا أمير السعد وياك مزدادة. الناس كلها فخورة ومبسوطة وبزينة الوطني، بأكلاتنا الشعبية، بروحنا في وتجمعاتنا في الأعياد، كأننا في السعودية. وصراحة فعاليات جميلة جدا ويعني شيء مميز صراحة. أجواء سادت السعادة والفرح، فكان تجمعهم هنا في الملحقية الثقافية في لندن بمثابة الدار الذي يذكرهم بالوطن ويخفف من وطأة غربتهم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مهند الراوي، لندن. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في عدة مناطق خلال أسبوع عن ضبط أكثر من 10,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتورط 11 شخصا في نقل وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والتستر عليهم. كما أسفرت الحملات عن ضبط 62 شخصا لمحاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية. وشددت الداخلية على أن عقوبة من يسهل دخول المخالفين وإيوائهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى 1,000,000 ريال.
غادر جدة اليوم فخامة رئيس جمهورية تركمانستان السابق رئيس مجلس الشعب قربان قولي محمدوف، وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة وعدد من المسؤولين. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. ملهمة للسعوديين والسعوديات لمعت إنجازاتها حول العالم. نجحت في تحدي خلق جسور ثقافية كانت قائدة لنا من الطفولة. ما في شيء وقف لأنه ما في شيء مستحيل. أنا بحاول أغير العالم اللي حولنا. طموحنا ما له حدود. فرص بالنسبة للمرأة السعودية تزيد وتزيد. قبل يكون في عقبة لا تتوقع. ثقوا في قدراتكم، خوضوا تجارب جديدة. دول هم الشباب اللي حيبنوا البلد. صار يقول احنا نبغى نتعلم من السعوديين. فخورة اني انا اكون جزء من القيادات الشابة. دائما تسلحوا بالعلم. انا جاهزة لهالتحدي وبإذن الله راح انجح فيه. جسور الأحد 8 مساء على السعودية. منذ القدم بدأ الإنسان بالأعمال الفنية، ومع الوقت الفنون أصبحت حرف ومن صلب الحياة، وحرف الفنون ولدت ثقافة وحضارة، وثقافتنا تنبع من المبدعين السعوديين من أصالة أعمالهم تطورها وتحديهم للوصول إلى أرقى فن. ريشة السبت 8 مساء على السعودية. أهلا بكم من جديد. حظيت حدائق منطقة حائل باهتمام بالغ من أمانتها استعدادا لاستقبال مرتاديها وزوارها مع إجازة نهاية العام الدراسي. ضمن جهودها في تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، هيأت أمانة منطقة حائل جميع الحدائق لتكون مستعدة لاستقبال الزوار والسياح، حيث تعد الحدائق هذه الأيام وخصوصاً في الإجازات وجهات جذب للزوار ومراكز استقطاب بشرية توفر بها كافة الخدمات البلدية. هذه الحدائق اليوم عامل جذب
كبير جدا، نعزز تقديم الصورة السياحية الأمثل لمدينة حائل. اليوم نخرج عن إطار العمل يعني البلدي، نتكلم عن المفهوم لأنسنة مدينة حائل عامة، ونعمل على ذلك، ولله الحمد نحصد هذه التجارب يعني الجميلة. تعمل الأمانة على تعزيز الجاذبية البصرية في حدائقها، مما يجعلها متماشية بكل جمالياتها مع البيئة المحلية لمدينة حائل، كما قامت بتهيئة مضامير المشي ومسارات الدراجات لتشبع حاجة الرياضيين والهواة في إيجاد مكان مناسب لممارسة ما يحبون. جهزنا هذه الحدائق لتكون ممارسة هذه الرياضات متاحة لهم في كافة يعني الأوقات. في كل حديقة ومنتزه تجد هناك مسار يعني مشاة، مسار للدراجين، أيضا مسار لذوي الإعاقة صراحة بصرية، لتكون تنقلاتهم في هذه المنتزهات سليمة وآمنة. وتتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأمانة لإقامة بعض من فعالياتها في هذه الحدائق، رغبة منهم في الوصول إلى شريحة أكبر والاستفادة من اكتمال كافة التجهيزات فيها. محمد عثمان، حائل. رائدة الحميد مهتمة بالعمل التطوعي منذ أكثر من 30 عام، وحاصلة على الرخصة الدولية في العمل التطوعي، تقدم المساعدة للأيتام والمسنين في منطقة حائل. قضت ما يقارب 30 عاما في مجال التطوع، حتى ارتبط اسمها به ارتباطا وثيقا، وأصبحت رائدة في مجالاته وقائدة لعدة فرق تطوعية. العمل التطوعي هو عبارة عن رسالة سامية، هو عبارة عن عطاء، عبارة عن حياة. لا يشعر بلذة العمل التطوعي إلا المتطوع نفسه. لما يبدأ المتطوع يزاول مهنة التطوع ويقدم خدمات ويبادر لأجل مجتمعه، لأجل أسرته، لأجل أفراد المجتمع، هنا رسالة سامية يقدمها المتطوع، ألا وهي المشاركة في بناء هذا المجتمع. شاركت رائدة الحميد في العديد من المبادرات والفرص التطوعية التي نالت على إثرها عدة تكريمات من أمير منطقة حائل وعدة جهات حكومية بالمنطقة. أنا أنصح شبابنا وبناتنا بالتوجه إلى التطوع، الدخول عبر منصات التطوع الموجودة في والمعتمدة من قبل مملكتنا، اللي طبعا في عدة منصات تطوعية، الحصول على الساعات التطوعية، التنوع في التطوع. تميزت بقدرتها على جذب عدد كبير من الشابات للدخول في مجال التطوع، كونها أصبحت مثالاً يحتذى به في المجال التطوعي. رائدة الحميد التي رسمت طريقها من خلال الإسهام في بناء المجتمع ومد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها. سعاد الشمري، حائل. توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت. تذكير بأبرز العناوين: الملك وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لرؤساء عدد من الدول لمناسبات وطنية لبلادهم. الحجاج يختتمون اليوم مناسكهم بطواف الوداع ورمي الجمرات في ثالث أيام التشريق. بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة. وزارة التجارة تواكب عودة الحجاج إلى المدينة المنورة بجولات مكثفة للتحقق من وفرة السلع. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة، مني ومن كافة الزملاء في الأخبار كل الشكر لكريم المتابعة. في أمان الله. We'll be right back.
We'll be right back.